نسخة هذا العام من معرض آيدكس الأكثر تميزاً في تاريخ المعرض، كونها تتزامن مع مرور 30 عاماً على انطلاقته. تشارك في الدورة الحالية 65 دولة بزيادة قدرها 10% عن الدورة السابقة. دول جديدة وجدت من المعرضين فرصة مناسبة. أعتقد أنه على جميع المصنعين المشاركة في معرض آيدكس هذا العام، لأنه يمثل فرصة ممتازة لعرض المنتجات المختلفة. ويشارك في المعرض 9 دول جديدة للمرة الأولى، وهي أوزبكستان وإيرلندا ومونتينيغرو والكويت وليتوانيا وبنغلاديش وموناكو وكولومبيا، بالإضافة إلى نيجيريا. نحن سعداء جدا بالمشاركة في معرض آيدكس 2023، ونحن سعداء بتعريف العالم على ما تقدمه إفريقيا. وكنيجيريين نرغب أيضا أن نثبت أن الشركات النيجيرية بوسعها أيضا المنافسة مع الشركات العالمية الحاضرة، لذا أحضرنا منتجات تظهر للعالم قدرتنا على تحقيق ما نصب إليه. ويعد معرض آيدكس ونافديكس الأكبر من نوعهما في قطاعات الدفاع والدفاع البحري على مستوى العالم، ويشارك في المعرضين والمؤتمر المصاحب لهما مجموعة واسعة من كبار القادة والمسؤولين وصناع القرار والوزراء، إلى جانب خبراء القطاع والمختصين من جميع دول العالم. 9 دول جديدة تشارك للمرة الأولى في آيدكس ونافديكس 2023، تهدف مشاركتهم الاطلاع على أحدث النظم الدفاعية. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ندى الزعابي، أبوظبي.